مارب فيصل. اي 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 مارب فيصل. مارب فيصل. مارب فيصل. انا فيصل. ها؟ انا فيصل. ها؟ تعال. اي 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 اركض 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 اركض. العوير اخذوا عوالكم لا علي الحرام ولا فقع روسهم. توكل على الله انتي. توكل على الله. توكل على الله. حقا ابو نوره ولد ولد. ايه ولد. هذا ايش عنده؟ حلو شكله. ايه ولد. ايه خلاص خل مسوي نفسي ضايق عشان ما يضيقون علي. يلا خذ روح يلا كذا كذا خذ روح. ايه ولد العلبة. افطر 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 يا العله يا العله. ارحب ابو سحاب. سحاب ابو سحاب ايش رايك في الرجال هذا اللي مش عابر؟ يلا حيو الله يخليه يلحق على الفطور. خليه يلحق على الفطور. لا 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 مرحبا والله. ارحب ارحب. افطر افطر افطر. فطور فطور فطور. تدري احنا اللي نهليك ونرحبك يا رجل. المعذب ترى انا قاعد اقول هو المعذب الحين ترى نرحبه. تعال تعال تعال. سماشر 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 فيصل. من توده علي الجعيدي ابى اضيق عليه ولا يسلم. اسمع اسمع. خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله. لا طابق طابق لي شيء. دقوا يا علي ترى علينا. من المعذب؟ معذب من؟ من المعذب؟ ارعب. وانا في التحدي. يا اخي بقول لا. بقول لا. لا لا ابو سحاب ما له دخل. ما له دخل. لازم ابو نزال. ابو نزال يا ريدي ترى هذه حالته. ترى هذه حالته يضحك. ترى غص غص من الضحك. والله العظيم تهددنا سعد. سعد تعرف العله؟ ها يقول البدر حمد راح ما تخلص. هذا هو. بس والله العظيم تعرف ايش مسوي. حلو والله العظيم تعرف ايش مسوي. لا 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 خابك. انا خابك بيتك تمر ولد. بعد الفطور اخي. بعد الفطور وانا استانس. شفت تدري انك تدري انك عله. ما تعود عشان مصبيترك واثر بي قدامك. شفت الجمعه الونيسه وضحك وخفاء. العنم من الوضع علي الحرام انك فاس. نذر انك فاس. نذر في ذا الليلة انك فاس. خذ انفوس يبا. شو دخل اصبعة؟ شو الوساخة؟ شو منبع الوس؟ هلا ليه؟ كيك حمود. حمودي حميد. شوف انت حطيت اصبعك في الكاس صح ولا لا؟ نزل الكاس. أو نزل كاسك. نزل هناك بعيد. أحلف بالله أنك ما تسوقها علي. ما تحلف علي كاسك. لا بحاجة. أحلف بالله ما تبحاضر في كاسك بجسمي. والله شوف كاسك. ما في شيء. وش؟ والله. علي الحرام. انكتب. قل الصدق. ارحب يا ابو سحاب. يا مرحبا والله وسهلا. والله اني صادق ارحب. ودي ارحب بك خاصه. سلم عليك. راحب عادي. انت ايش تهدد من يوم جيت انت تهدد؟ ايش تهدد له؟ والله انا عندي علم قوي. اني خابر ايش تهدد له؟ عارف. خلاص. يبا ارحم والديك. احنا خلنا نشتغل. خلنا نشتغل. انا عارف بالدنيا عكسيه. ارحب. لا مرحبا. يا مرحبا والله وسهلا. ارحب نزال. شيخ يا مرحبا. يا مرحبا وسهلا. شوف يا فيصل يبيك يشتغل وانت جالس.
تصور ليش سويت الوجه صغير وفالحين بالتصوير ما سرتك لا دنيا ولا اخره لا عند انت ما عندي لازم خلاص يا علي خلاص علي ابغى تنقطع السناب بس ما ما اعرف اختم لا بهود في لفظة افضل من كذا ما قال عائشة لا يا ولد شو اسمه يا وش اسمه امك قالت خسي ريالتي يا ابو راشد يا ابو عائشة اهو لا 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 اركض اركض بهود انا ولد بيحة ابو رزال ترى ما عنده الا ضرب نذر صادق ارحب اي والله ذر راس ما حد قالك تعال ما حد قالك شو اسمه شو تقول له علي كلهم يبغون السالفة كلهم يبغون السالفة الموضوع اعلم يا اكل محمد اكل 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 خذ عليه اسبوع ايه وصلت البيت الا المدير يتصل علي المدير من جماعتنا ايه قال ترى فيصل على 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 انطلاقته على انطلاقته يوم جاء يوم اللي يهطرد العروق على جيب قال اذا طردوا العروق على الجيب اعوذ بالله يوم خذ بنت حلف علي جدك انا طالب كنا مع زيد وش لسه طيب قلت ما في يا مصطفى تروح للمدير قال يا ابو علي قلت قال الصبي ذا خليه يرتاح لسه ما رست عاد المدير كذا تعرفه فاتح بالمزهر حار حار نار موقده يستعينون به المدارس الثانيه والله انا مستعينون به يفضل نزاعات لا لا جات مشكله ولا واحد من الطلاب ولا كتابه على المدرسه سوي جدا فوز قوي ايوه اسلم ابو علي اسلم قال والله انك مبسطني اقسم بالله صدري انشرح توه قال الولد ذا يا ابو علي لا يدرس السنه لا فيه زود عقل وندله طيب خلاص اقتنع الحين طلبت جدته وكلام المدير خلته يوم جت السنه الجايه المدير ايش قال له ما في زود وش قال الولد ما في زود عقل يا ابو علي عاد 5 سنوات لا حول ولا قوه اي عمره الحين بالغ بس ما تبي تشرب ولا شايب بطن حب فيصل محمد نفسه خلي ابوك يسولف بعدين خذنا جلس سنه كامله خذ عند جدته كم من شهر ومعود علينا صبين فيها سخينه يوم جات السنه الجايه وجات المدرسه السنه الجايه يوم بديت عام جديد عام جديد قد عمره 7 قد عمره المفروض انه يدخل ثاني دخل اول يدرس اول انا قلت ما عاد لي شغل فيه وجدته عند الباب ما يدرس الا جدته عند الباب لا حول ولا قوه ايش يسوي يعيش بدل العرجاني يعيش بدل يرد لي اسم ملابسه يعيش بدل العرجاني يا عز عقب ما كبار ويعني اني تخرجت من الجامعه مرتب الشرف فرح رف 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 انا رف رف وش رف رف اي هذه سالفه رف رف طلع بسرع اي هذه سالفه رف رف ها هذه سالفه رف رف اللي تسرع رف رف اقول جدته اللي يجلس عندها اسمها رفعه ايه انا سمعت رف رف وانا توقعت انه يدلع جدته رف رف طلع فيه رفرف ثاني غير رفرف اوه اوه النظرات علي النظرات كيف؟ كيف النظرات؟ ايوه 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 لا تنصدم لا تنصدم سحب على رفرف اللي عند الباب يوميا اثناء بوار لم يربار في رفرف سالفة فيصل هذه سالفة الولد اللي ابوه يهديه لكزس وابخيل على نفسي يا اخي ربى صدام راح شرى صدام المستهلك بس بس يا جعل بس بس الجسد دي كلها قبعات انا ابغى اقول جسد دي قلت جلسه دي يوم يسمونك هوا نفس الجلسه طلع لي من كلمتك كلها
يوميا هي قدام الباب المدرسه. آه انت تشرح على فيصل انه ما ادري ايش. انا مير والله ما عاد اشرح له عقب ذا السالفه، والله ما عاد اشرح عليه ذي شيء. رفرف ما غيرها الا مير في قل وزاد عليها باير في رفرف اللي يوميا عند باب المدرسه تحرسه. يو شوف اخر شيء ما في الحم بحر يعني علي ما دقيقة والله ما عاد اشرح عليه عقب ذا السالفة. طيب فلا عاد اشرح عليه فيصل مرة. اه اسكيوز مي ابو علي هذه علمني فيها هو بالبرنامج. طيب اسكيوز مي لو سمحت وش المثل الثاني؟ وش؟ عاد الحم انا الحرام مالي وجهه عاد تطبق عليك بعد ما علمتكم بعد سبب لا مدح والله يبا ما في الحمضة تحت مدحه يا ابو علي ما في الحمضة تحت مدحه ولا سبه علي تلفت 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 يا بدن جانا تلفت تقول وفي شاهي شلون شلون عبد الله عبد الله ايش طلعت ايش عد عد انبزت في شاهي. طيب قول صب شاي ما في في شاهي والله ما حذفها والله تنزل شاهي لا 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 صبر صبر ان شاء الله تخشون ان شاء الله تخشون برامج واقع ان شاء الله تصيرون نجوم باذن الله بحول الله علي انت تعرف تسوعب بس ما انت مو علي صب لي شاي شكر زاد الله يهين جدك المهم تناقش ذا خليه عاضي من قمك يا ويلي ترى لو يدري اللي لف علي ضخني انا صورت عليهم مهبر في ضرب 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 جب بسرعة فزع عجر عجر جب بسرعة فزع عجر عجر اركب عجر 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 فزع لا تدور يا بزر لا تدور روح لهم وقف عندهم وقف عندهم وقف ارجع صبهم خلونا وقفين 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 اي وقف وقف هنا 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 اي 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 يا العب ذوبك العب ذوبك اي تك امسك ذا امسك ذا تكفى امسك ذا الله يلعن اي بدا 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 خلا 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 لا لا بيلعب في ذوبك بيلعب في ذوبك انا بغمض البسه ابكي ابكي وجهك اسفين على المقاطعه بس مشغلين يقول نبغاك تصور مع اثنين قبل الطلاق اني مليت منها فكني تلف مالي ما تجمعوا تجمعوا ما بي الا فرقاك وفرقاك طب تجمع والله تجمع انت يا حلف تجمع اجمع كيف تجمع؟ تجمع تعال تجمع اجمع كيف؟ اي اجمع خلاص شكرا ما ابغاك انا بس عشان ليه حطيت فرته 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 شوف 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 لعب قلب اول ما لعب كوره بعدين لعب ظهير بعدين صرت العب خلف المهاجم ايه شوف السفتات يعني اكثر شيء يعطي وزع سفتات ها اكثر شيء التاريخ لا لا الكروي والنهايتها اصبر نهايتها وش؟ صانع لعب نهايتها وش؟ نفس ادوارد قبل نهايتها وش؟ كت الكتف انا فيه هذا الكت... عمليه مسلسل والركبه أتبت... والرباط تاريخ الاصابات عندي إيه؟ ثلاث اربطه صليبيه كسر باكيت هذا كله في الكوره حمودي هذا حسوني تدري ايه اي تدري ام خالتي وبيه ولد عمي يعني اركض 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 ما شاء الله يحفظك ان عاد احد سالك وش اسم امك لا تقول ذيك قل له ماني بعلمك وكل تخسر ارحب بسحر يا مرحبا اللهم سلام الله يبقي الوجه حبيبي ما ادري وش اقول ما ادري وش اخلي بس الكلام ينقص ويزيد
بغيت اجيب لي صح؟ والله العظيم انا يحرق على الجنون والله انا شني مرحبا اللهم اسلم اخبرني مني شي اثرك تقول اول ما اشبه له كم حد في السناب هذه المشكله انا اقول لك انا اقول لك مدحتي مدحه ما في محل لكن ما يستاهل مدح الحمد لله الحمد لله الله يطول في عمرك ارحب الله يبقيك يا مرحبا انت ما قابلك انا وانا اطلع من المغسله ليش؟ ايش دخل؟ ما ادري انا كذا حياتي اطلع مغسله اقابلك هذا ايش منديل ولا فاين؟ ايش اوه قوية صح؟ في محلكم وسقاطه علي والله ما صدقت شيء كله مجهل يعني ترين انت راعي ترند وش؟ ترند وش؟ وشو؟ انت راعي ترند حق وش؟ صرم ما اعطى واحده قد سمعت بصرم ما؟ لا ها صرم ها صرم صرم سيف ترى هذا وش اسمه دقيقة هذا ابوك مسخن انت المسخن والله الحين انا مسخن صدق يا ريش كوكب كذبيني سيف شو تسميني يا اخي حرام اسمك سيف وتقول مسخن والله قهر والله انا اسمي مسخن يا ادمي مسخن 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 والله اهم شيء معلومه خاصه انا بس انا شل انا شل جلده ابو فهد انا شل جلده ابو فهد طاغي انا طاغي وصاحبي انا ما وريتك وجه ثاني بعد فهد ايش اللي في راسك هو انت عندي عندي وجه لطيف ووجه الله يكفيك شره فهد ايش اللي في راسك في راسك في راسي حب المنطحن واليوم عزلني بطل الشركه واليوم حي والله ذا الراس اي والله اني صادق انا ابغى هذا لا لا تعال 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 انا يوم ذا يوم ذا صنعتي لا حكم اطلع بدون صن ها لا حكم سيف سيف انا وانت تعال سيف اكو سيف انا وسيف ويلا تعال بيروت ومقابل السعد انت السعد اللي بعد الحرام ما يبغى طن ظهره من فهد ايش يقول؟ يقول انسى ما تفرخ ولا بيشتدز اي والله درس علي الحرام ما يروح مديره شوف شو وجهه ظنك ذا بيفوز علي عبره في النهايه ظنك مظلم بيفوزون علي النهايه حبيبي ما عليك خل بشوف خل بشوف حمد الدينك صور نهايه اللعبه كيفك تسوي بس اطرف هذا سيف بني سيف لا بني سيف بني سيف يعني وش وقت صحابه احنا هذه المخاطر صح؟ لا انا جاي طقطق عليهم عشان اي والله جيت اعبر منهم اي معي بني سيف وش دخل السحاب خل هذا بني سيف بني سيف طيب وش دخل السحاب في بني سحاب؟ ها؟ راح انه خطير سحاب لين ينطر لي شيء انا ما بعرف شيء احملها بالحرب اللي يتسالون عن الرجال قل اللي قلته قوسيتك يا ابو مطرف اقول السلعه وايدها اذا تاخذ شاور ما يمديك تطلع من درتم يا الله يكرمكم لا ما في ولا قطره مويه ولا تصرف شامبو ويطلع برا ولا تصرف شامبو ولا اصرف شامبو شوف يا الله مفر على نفسه والله العظيم يبيلها صرعه يبيلها نفس ناس والله انه مصوره جايبك عشان النقطه واربط شوف يعنيني شوف والله العظيم انه ما يدري مريض الخبل نفوس على الجماعة منك راضي يا حبيبي قليل تراني موقف عشان استابع عليه ثم راح بس الحيوان جذبني صوته بس الحيوان جذبني صوته بس الحيوان جذبني صوته والله العظيم بيشتبي بس وشبي والله ما ماني محتاج شيء ولا اني بالركبه والله العظيم لو ما غصبني ابو فهد اني مركب معك انا اركب وموت ولا اروح لا شنو حلو موتر لا انت تبون تقلبون علي بس صح عارف درى ان نصور الحيوان صور ولا دخل لا لا وجهي مصور وجهي مريض انا